مجموعة من الأخوة ينضمون للسيشن حتى نبتدي. شكرا جزيلا مصطفى. اوكي اخوان، اعتقد انه نبدي البث ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا بالبداية اشكر الاخ مصطفى و الاخت بشرى على دعوتهم الكريمة لهذا التجمع الرائع. بالبداية اسمي علي، طبعا كثير من عندكم يعرفوني بس للي ما يعرفني اوكي، وأنا طالب تخصص علوم حاسبات. حلقة اليوم راح نبلش شوية نحكي عن موضوع مهم اللي هو Know Your Tools، اللي هي تعرف على الأدوات اللي تحتاجها كمختص حاسبات. طبعا أنا بالنسبة لي كمختص حاسبات أتحدث كعلوم حاسبات، ما أقدر أحكي كآي تي بصورة عامة، ولا أقدر أحكي عن الشبكات بصورة عامة، ولا أقدر أحكي عن هندسة الحاسبات أو غيرها من أنواع الهندسة اللي ترتبط بالحاسبات. زين، قبل لا أبدأ أحكي عن أي شيء يخص الحاسبات، أي معلومة راح أحكيها هنا هي معلومة ما موجود لها سايتيشن، خلي اقول اجت من خبرتي كطالب ودراستي بهذا التخصص. فاي واحد بيكم يحس بان المعلومه خطا ينبهني ويصحح المخطوطه المعلومه مشكورا. طبعا بالاضافه الى ذلك الاسئله اللي تحبون تسالونها ارجو ان تسالونها بنهايه السيشن، وراح نجاوبها اوف لاين حتى نختصر وقت الفيديو. واي شخص من الاخوه اللي موجودين بالاداره او اي شخص عضو يعرف الاجابه عن الاسئله يقدر يجاوب مشكورا. طبعا بالبداية راح اتحدث عن شوية مواضيع مختصرة اللي هي افعل الاشياء بشكل صحيح، والمبدأ جوجل ات، والمفتاحين الاساسيين للحاسبات، وامثلة حقيقية من حياتنا العملية، وبعض المشاريع اللي اتمنى يجيهم الايام اللي نقدر نطبقها بهذا التجمع. طبعا قبل لا ابدي احكي عن موضوع السيشن اللي هسه انا بيه، اعتقد الاخ نوار بالبث الاول تحدث بما فيه الكفايه عن فكره التجمع، بس انا احب ان اعيد بعض النقاط. انه التجمع يركز على عده افكار، واحده من عتن واللي انا اؤمن بها انه الطالب اللي جاي يتخرج من تخصص الحاسبات ما قاعد يقدر يلقي مكانه بسوق العمل، والسبب انه نظام التعليم بالعراق ما مبني على سوق العمل، مبني على بناء قديم اللي ما كان يهتم بسوق العمل. حاليا ما اعرف اذا وزاره التعليم العالي تفكر بهذا الموضوع انه توجه التعليم باتجاه سوق العمل، بس الفكره من هذا التجمع واحده من افكاره انه الطالب لما يتخرج ما راح يلقي له مكان بسوق العمل، فاحنا نحاول انه نغلق الفجوه بين مخرجات وزاره التعليم وسوق العمل، متطلبات سوق العمل. طبعا بصورة عامة بأي شيء يخص الحاسبات، والأخوة اللي موجودين ويانا أعتقد بالتجمع ما شاء الله يعني مختلف التخصصات بالحاسبات، مختلف المستويات، من أساتذة جامعيين إلى مهندسين إلى مدراء أقسام إلى ناس يشتغلون بشركات نفط الصينية أو غيرها من الشركات اللي بالفعل عندها منظومات ضخمة وعمل حقيقي يتطلب خبرة بنوع معين من خبرة الحاسبات. مثل ما قلت لكم، انا بالنسبه لي اركز على مخرجات وزاره التعليم كطالب او هو ما زال طالب،
وشلون انه نجيب هذا الطالب ندخله الى سوق العمل. طبعا سوق العمل اللي موجود بالعماره، ما اعرف الشباب اللي موجودين بالفريلانسرز اكثر خبره من عندي بهذا الموضوع، انا اعتبره شبه ميت تقريبا، بس هو بدا ينمو بطريقه معينه. بس ببغداد اكو شغل كلش قوي يخص الحاسبات، مختلف انواع الشغل. انا بالنسبه لي كتخصص برمجه او علوم حاسبات اميل اكثر للبرمجه من الشبكات او غيرها. وطبعا شخصيا اعتبر انه المخرجات وزاره التعليم المفروض ما تروح على امور اسميها يوزر، بالنتيجه مثلا انه يعني لا تعتبرون الكلام انه انتقاص من تخصص الشبكات. انا مو احكي على الشبكات بذاتها لان تخصص الشبكات عميق جدا، احكي انه مخرجات وزاره التعليم من هندسه حاسبات وعلوم حاسبات الطالب يطلع راسا يفكر انه يروح شبكات، ما اعرف شنو السبب انه يروح يفكر بالشبكات كشبكات اللي هي ربط اجهزه سيسكو او غيرها من دورات سيسكو. هذا انا اعتبرها بالضبط مثل اليوزر، لانه انت ما جاي تقدر تسوي اي شيء غير انه تربط اجهزه موجوده انتجتها شركات وتستخدم سوفت وير انتج شركات. هذا مو عيب، احتمال هاي هي متطلبات السوق اللي موجوده حاليا، وشيء جيد انه اكو ناس تتوجه لتلبيه متطلبات السوق. بس الغايه من انه انت اخذت شهاده هندسه او علوم بالحاسبات، الغايه انه انت تكون بالحقيقه بروبلم سولفرز، يعني حلالين مشاكل. بالضبط اكو مشكله يعاني منها المجتمع في لحظه من اللحظات، خريج الحاسبات بمختلف اصنافهم لازم الكل يقدرون ان يسوون انتجريشن ويطلعون فتح حل لهذه المشكله. والمشاكل اللي موجوده حوالينا كلها لها حلول، تقريبا العالم سبقنا بحلولها ونقدر نسويها كوبي بيست كابسط حل لاي مشكله نعاني من عندها ونطلع بنتيجه. زين اذا ما ردنا نسوي حل فروم سكراتش مثل ما يقولون. سو بالبدايه راح اتطرق الى ان موضوع كلش مهم، واللي هو انه الاحباط اللي صاير بالطالب بصوره عامه مو بس تخصص الحاسبات، انه يطلع يضطر انه يكلب باي وظيفه او يشتغل باي شغله حتى لو مو من التخصص مالته، وللاسف حتى لو جدا بعيده اصلا عن مكانته كخريج بكالوريوس او حتى ماجستير، واحتمال حتى دكتوراه بالحاسبات او تخصص الحاسبات يتجه انه يشتغل غير شغل. أنا أقول إنه do it the right way، يعني سويها مثل ما هي مطلوبة. أنت تخصصك حاسبات وجيت على الحاسبات، أنت بإيدك ذهب، استثمر هذا الذهب. بس شلون نستثمر هذا الذهب؟ واحدة من أفكارنا إنه هذا التجمع اللي صار على أساسه هو إنه شلون نستثمر هذه المخرجات مال التعليم بالاتجاه الصحيح. طبعًا أنا بالنسبة لي ما أدعي بأنه أنا راح اخذ الطلبه وامشيهم بطريق معين بحيث كل واحد راح يلقي مكانه والقي وظائف وكذا، لا. الغايه انهم نطلع ناس ديفلوبرز، الديفلوبرز قادرين يحلون مشاكل، المشاكل اكو شركات وحاليا شركات موجوده دخلت من مختلف دول العالم من ضمنها دول الخليج تشتغل ببغداد على مختلف السوفت وير ديفلوبمنتس. عفوا، اللي ابسط مثال لها شركه كريم، واعتقد هي شركه خليجيه، ما اعرف اذا هي شركه خليجيه او لا، وبدأت تشتغل ببغداد شغل قوي وصارت لها مكاتب، وهواي من الشركات اللي موجودة أعتقد بدأت تشتغل في المجال هذا. فبالنسبة لي أقول do it right way، يعني سوي الشيء الصحيح. أنت خريج حاسبات لازم تصير developer، يعني صدق it's time to stop wasting your time، لا تبقى تضيع وقتك إنه ماشي أوكي إذا عندك free time تشوف بي كم فيديو يخص شبكات أو يخص استخدام فوتوشوب او يخص استخدام اي نوع من انواع البرمجيات اللي انت تهواها، ومو مشكله انه او عيب انه تروح تقرا عن الشبكات او تقرا عن فد جهاز معين او عن فد سوفت وير معين. بس بالنتيجه هذا مو تخصصك، تخصصك انت ديفلوبر، انت تحل مشاكل موجوده يعاني منها المجتمع، واي شيء حواليك اليوم هو عباره عن مشكله. ماكو اي سبب يستدعي اي واحد بينا اليوم انه ماكو اي سبب، نعم، انه هي خليجيه مهدي. بالضبط انا توقعت هذا الشيء. زين للعلم انا ما اصلا ما سويت لها بالجوجل اي سيرش، وهذا سبب من المفروض جوجل هاك مثل ما يقولون حتى اعرف هي شنو اصلها. زين بس انا ادري هوايه شركات، من كنت ادرس ببغداد اكو هوايه شركات موجوده بشارع صناعه تشتغل بالضبط هي داتا بيس سوفت وير ديفلوبمنت، بس حاليا بدا التوسع يصير اندرويد وغيرها من الامور،
وهذا شيء ايجابي زين. بس تقريبا للاسف يعني تقريبا اقدر اقول انه مطورين بالاماره ما موجودين عندنا، واذا موجودين عندنا فريلانسرز فهم يشتغلون بادوات لا تتناسب، وكونهم اختصاص حاسبات ماكو اي سبب يخليك اليوم تروح كمختص حاسبات تستخدم اداه يستخدمها هاوي الحاسبات. اكو فرق بين هواة الحاسبات ومتخصصي الحاسبات، وبعد شوي راح اتطرق شنو الفرق بنقاط كلش صغيره وتبين لك الفرق بين هاوي الحاسبات ومختص حاسبات. طبعا انا بالنسبه لي مو مختص حاسبات بروفيشنال او كذا، لا بالنسبه لي طالب، لا زلت طالب حالي حال هواي من الناس اللي يفكرون شلون مخرجات او التعب اللي تعبوه بالدراسه وين يودوه. قبل لا تبدي اي شيء انصح اي شخص، وبالبدايه انصح نفسي انه خطط 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 حتى ياتيك اليقين. بالفعل خطط الى انه تحس بنفسك انه ما بقى شيء ما خططت له. سوي سكجولز، ابني جداول بها تاريخ، وحدد نفسك بتاريخ وحدد نفسك باوقات، خلي لك اهداف. كل خطوه تخطيها خلي يمك دفتر ملاحظات، اكتب اي شيء، اتمنى انه تسوي دوكيومنتيشن على اي خطوه تخطوها. اي خطوه مهما كانت الخطوه تحس بها انه هي اوكي مو مهم انه اكتبها، لا هي مهمه انه تكتبها، لانه بعد كم يوم راح تجي وترجع على هاي الدوكيومنتيشن اللي سويتها وترجع تطلع من عندها شغل، او احتمال تصادفك مشكله تكتبها خلال سفرك لبغداد او خلال سفرك للبصره او 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 مراجعتك لدائره معينه وواجهت فد مشكله. هذه المشكله اللي واجهتها هي مشكله يراد لها حل، وغالبا حل اغلب المشاكل بهذا الوقت يتم عن طريق استخدام تقنيات الحاسبات. انا بالنسبه لي اعتبر خلاصه التخطيط اللي تقوم به راح يختصر لك اللي نسميه احنا the more time planning the less time working. مش ما تخطط اكثر راح تختصر على نفسك وقت عمل اكثر، وهذه الطريقه اللي هي سمارت يشتغلون بها تقريبا شركات العالم كلها تشتغل بها. ما يجون يشتغلون مباشره على المشكله بدون ما يبدون تخطيط وتخطيط وتخطيط، ولهذا احنا عندنا وزاره تخطيط اللي ما اعرف صراحه لسه وزاره التخطيط، بس هي يفترض انه تخطط كل البلد، كل مواضيع البلد تخص البلد ويشتغلون عليها. انتقل الى فد مبدا بسيط واللي هو صراحه انا انصدمت به هنا من اجيت، مو انصدمت به هو موجود. احنا عندنا ثقافه انه اي شيء انا ما اعرف له يعني كمختص حاسبات اروح اسال به اي شخص، مثلا مصطفى قريب عليه، اي شيء اي شيء اي شيء يعني يخطر ببالك، شلون اعرف متغير بلغه برمجه معينه، اروح اسال اي شخص قريب علي هو مختص بهالشيء واعرف به انه يعرف هالشيء واساله، بالرغم من انه انا عندي موبايل وعندي حاسب واقدر اسال جوجل. بس هي هاي شبه ثقافه انه نسال. المشكله وين؟ انه احنا نسال بعضنا البعض، او سؤال بعضنا البعض راح يؤدي الى اكثر من مشكله. ما راح اتطرق هسه لهاي المشاكل اللي سؤال بعضنا البعض. افضل شيء اللي شفته انه سالت الدكتور مالتي في السؤال فقال لي جوجل ات. طبعا انا حسيته مع احتراماتي للجميع انا ما جاي احكي في الحكايه انه اريد اقول انه لا تسال، لا اسال قد ما تقدر، بس قبل لا تسال صدق جوجل ات، لانه احتمال السؤال اللي تساله 100% مو احتمال 100% هو تم اجابته بالجوجل، فلا تضيع وقت غيرك. فمن سالت الدكتور في السؤال قال لي جوجل ات، انا حسيت انه هو ضايج من عندي، لا طلع مو ضايج من عندي بالحقيقه، هو اعطاني نصيحه من ذهب، لانه الجوجل موجود بكل شيء. جوجل ات اذا ما وصلت النتيجه راح ترجع تسال غير اسئله. السبب انه يقول لك جوجل ات لانه اولا هو الجوجل فري، ما راح تدفع اي فلس حتى تطلع نتيجه من عنده. اكثر معلومات راح تحصل عن الشيء اللي انت تسال عنه، اكثر افكار من الفكره اللي انت كنت تمتلكها عن الموضوع، وبهذا احتمال راح تغير سؤالك او تسال اكثر من سؤال باتجاه صحيح، وراح تحصل اجابه اكثر دقه. وهذا هو اساس مبدا اللي جوجل، انه روح للجوجل استفسر ابحث اكثر من مره الى ان تحسب نفسك ما وصلت الى نتيجه، بعد هذا راح تطلع بعده نتائج جاوبت انت بنفسك جزء من الاسئله اللي كانت عندك وجزء بقى غامض بالفعل تحس ما الى جواب او ما وصلت للفكره، ذاك الوقت تروح تسال اكس من الناس اللي مختص هو راح يجاوبك. طبعا واحده من غايات تجمعنا انه احنا نجاوب الاشخاص اللي هم يحبون يستفسرون عن معلومه معينه ومحتاجين معلومه معينه.
واعتقد عندنا كم هائل ما شاء الله من الخبرات اللي الشباب ومختلف المجالات تخصص الحاسبات. بالنسبة لي يعني كشخص يدرس حاسبات، شفت انه الحاسبات عبارة عن فقط شغلتين، two key tools اللي هما اساسيات. اول شيء الانجليش، واللي هي بالحقيقة the language of technology. اذا انت ما تمتلك لغة انجليزية، طبعا انا ما جاي اقول انت كاعضاء، ده اوجه الكلام حتى بالنسبة لي، اذا ما امتلك اللغة الانجليزية طريقي صعب بالحاسبات، صعب بمعنى الكلمة لقلة المصادر باللغة العربية، ولأن المصادر باللغة العربية مع احترامي لجميع المصادر باللغة العربية، لما تتحول المصادر من الحاسبات باللغة الإنجليزية للعربية راح يصير بها ديجراديشن، جماعة الويفز وجماعة الإيمج بروسيسنج يعرفون شنو الديجراديشن، إنه لما تاخذ الصورة من ميديا إلى ميديا أخرى ثانية راح تقل دقة المعلومات مالتك، فمن تنقل المصدر من اللغة الإنجليزية للغة العربية أنت بالحقيقة دمرت المعلومة. يعني هي مو خلل باللغة العربية، ولكن هو أصلاً هذه الكمبيوترز والتكنولوجيز مالت اللي إجت وياها هي أصلاً تم تطويرها بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول اللي هي أصلاً ناطقة باللغة الإنجليزية. فمشكلتنا الأولى اول نقطه انه تحصل لغه انجليزيه، ومو معناته لغه انجليزيه بروفيشنال. احنا حتى لو مهما تقضي حياتك باللغه الانجليزيه انت تبقى انجلش يعني as second language speaker او second language writer او شوف شنو نسميه، انت الشخص تتحدث اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه وليس لغتك الام. حتى هم من يتعاملون ويا شخص اللغه الانجليزيه مالته مو اللغه الام راح ما يتعاملون وياه مثل ما يتعاملون ويا شخص هو اللغه الام مالته الإنجليزية. يعني أوكي هم إذا أخطأت خطأ إملائي أو خطأ خلينا نقول لغوي ما راح يضحكون ولا راح يضوجون أو شيء، لأنه أنت اللغة مو اللغة الأم مالتك. مهما تتطور باللغة الإنجليزية ما راح توصل للمرحلة اللي مثل ما هو متحدث اللغة الإنجليزية بنفسه. فهذه اللغة الإنجليزية أساس، لازم تقضي وقت كافي تطور نفسك بالإنجليزي حتى تقدر تلقى طريقك بصورة صحيحة باللغة بالحاسبات. الأداة الثانية والأساسية هي الرياضيات. هسه واحد يقول أنا ليش شفت رياضيات تخصص الحاسبات؟ يعني إيه شفت رياضيات بسيط؟ هو هذا الرياضيات البسيط اللي شفته هو هذا، لازم تمتلك الأساسيات مالته. أنا مو جاي أحكي وأقول إنه، طبعا كل نقطة أحكيها ما مو شرط إنه أمتلكها. يعني اللغة الإنجليزية، عن اللغة الإنجليزية على قد، الرياضيات على قدي، على الشيء اللي يمشي شغلي اللي أعرفه. زين، أنا مو مختص، لا مختص لغة إنجليزي ولا مختص رياضيات، بس أعرف إنه كحاسبات الإنجليزي أساس، الرياضيات أساس. وطبعا الرياضيات مشكلة الحاسبات بالرياضيات عميقة جدا، إنه حسب تخصصك. إذا أنت سكيورتي راح تروح باتجاه النمبر ثيوري، وراح تروح باتجاه الجبرة، وراح تروح باتجاه الثيوريتيكال ماث برينسيبلز. زين، بس بصورة عامة أكو أساسيات بالحاسبات يحتاج لها رياضيات، وأساس بالرياضيات حتى تقدر تعرف تقرأ المشكلة اللي يطرحوها بمكان معين، لأنه المشاكل اللي حوالينا هي عبارة عن رياضيات بالحقيقة. أي مشكلة جاي تشوفها قدامك يسوي لها أبستراكت بالرياضيات ويختصوها بالرياضيات. ف أول شيء تحتاج اللغة الإنجليزية، الشغلة الثانية تحتاج الرياضيات حتى تقدر توصف ب العالم اللي حواليك، سواء أبستراكت العالم، أي مشكلة موجودة قدامك بعد تلغيها وتحولها إلى معادلات، والمعادلات بعدين تدخلها للحاسبة باستخدام لغة برمجة معينة أو تولز معينة حسب الحاجة، وتطلع من عندها مخرجات وتستقري نتائج بناء على المعادلات اللي بنيتها. فوصيتي لنفسي ولجميع مختصي الحاسبات English and Math. Math اللي هو لغة العلوم بصورة عامة، ولا واعتبرها لغة العالم لأنه تختصر كل شيء. وللعلم الرياضيات أداة تستخدمها أغلب كل الكائنات وليس أغلب الكائنات، بدليل أنه أبسط مثال أخذه بالضبط تحويل الحقائق الفيزيائية إلى معادلات رياضية. بالضبط أخ مصطفى، شكرا. يعني أنه خلي بالك أنه حتى
الحيوانات تمتلك رياضيات بداخلها، طبعا هو رياضيات بيلت ان دماغنا بالبرين مالتنا. يعني تتخيل انت الدجاجه انه قادره ان تحسب 21 يوم من لما تقعد على البيض مالتها، تحسب التايم هذا كله وتجي بالضبط بعد اليوم 21 تقوم من هذا البيض، واللي ما مفقسه بعد فتره تشمرها او خلينا نقول تفتحها بنفسها هي، لان تعرفها فاسده هذه. منين جابت هاي التقنيه هي وعرفت التايم هذا كله؟ هذه كلها رياضيات مبني بداخلها. منين هسه اذا اي حيوان موجود حوالك بزونه اذا جابت عدد من الافراخ، اسحب لك واحد من عندهم بدون ما هي تدري، من ترجع راح تحسبهم راح تلقي واحد مفقود، وراح تعرف انه هي فاقده واحد بطريقه معينه. هذا كله رياضيات ابستراكت بداخل الدماغ مالتها مبني. حتى الطفل اللي مولود هسه مولود، يعني بعد فتره تشوف من البيئه اللي حواليه يطور فد انماط بدماغه يدخل بها الرياضيات بطريقه عجيبه، بحيث انه هو ما يعرف يحسب لكن هو قادر انه يحسب بطريقه او باخرى. فاحنا هذه الرياضيات هو اللي درسناه هو ابستراكت حقيقي للواقع اللي موجود، وبدون الرياضيات ما راح تقدر تتقدم خطوات حقيقيه. تقدر تتقدم اي بس خطوات حقيقيه كديفلوبر حقيقي لا، ما راح تقدر تتقدم للاسف. هسه راح اضرب فد امثله عن الحكي وين اللغه الانجليزيه بالحاسبات. يعني احنا وايد درسنا حاسبات، وايد يقولون احنا درسنا حاسبات بس ما استخدمنا العربي، ما استخدمنا الانجليزي، استخدمنا عربي. اوكي امثله، الفلتر اللي هو بلاتفورم اصدرته جوجل واللي مبني على لغه برمجه اسمها دارت، هذا البلاتفورم اطلقته جوجل قبل فتره وكان غير مستقر، وقبل تقريب 24 يوم بالضبط اطلقت النسخه المستقره من فلتر اللي هو البلاتفورم الموحد من شركه جوجل المبني على لغه دارت، اللي عن طريقه راح تسوي ابلكيشن واحد وتقدر تطلع من عنده اندرويد واي او اس بنفس الوقت، ما تحتاج تروح تطور اندرويد على جهه تولز معين، او تروح تطور اي او اس على جهه فد لغه اخرى وبعدين تجمع تطلع كل واحد باتجاه، لا من فلتر راح تستخدم فلتر، وهو فلتر راح يساعدك انه اللي يطوره يطلع لك اياه اي او اس واندرويد. طبعا اكو ادوات كلش هواي موجوده بالسوق هي لهواه الحاسبات وليس لمختصي الحاسبات. انت تقدر تنتج هواي برامج اندرويد واي او اس بدون ما تستخدم اي شيء يخص البرمجه الحقيقيه، انه مجرد تفتح واجهات ودراج اند دروبس للاوبجكتس، وحتى للانستركشنز مالت اللغه دراج اند دروبس وتمشي حالك. اوكي تمام. انا ليش ضربت مثال فلاتر واوبن سي في اللي هو اوبن كمبيوتر فيجن اللي هي لايبرري موجوده بالسي او سي بلس بلس، والجي ان يو جي ام بي اللي هي لايبرري موجوده ايضا بالسي بلس بلس، والبيج انتجر اللي هي موجوده بالجافا. هذول كلهم اللي هسه انا ذكرتهم كامثله، اذا اجينا نشتغل في التطبيق لواقع حقيقي لحل مشكله حقيقيه، اذا هذول كلهم نروح عليهم كلهم رياضيات، وكلهم مليانين رياضيات ومليانين انجليزي ومصادرهم ما موجوده باللغه العربيه، اقدر اتقدم خطوه واحده؟ لا. هسه واحد يقول لي اوبن سي بي موجود شويه بالعربي عنه، اي موجود شويه بالعربي عنه بس هذا ما راح يقدمك. زين الجي ام بي موجود بالعربي عنا كلش قليل وما راح تستفاد من عنده اي نتيجه، والبيج انتجر نفس الحاله موجود عنا شويه قليل وما راح تتقدم به. طبعا الاوبن سي في اللي هو التولز اللي يستخدموها مختصين السي بلس بلس او السي، او مو بس السي بلس بلس، حتى اعتقد هو موجود من عنده فيرجن للجافا حتى يعالجون بها الكمبيوتر فيجن، ولو حاليا كثير من الكمبيوتر فيجن باكجز موجوده ومودلز اللي تعالج الخوارزميات مال الكمبيوتر فيجن. اما جي ام بي اللي هو يستخدمها مختصي سكيورتي لتطوير برامج سكيورتي، لانه تعالج ارقام يعني اقدر اقول انفينيتي اب تو الذاكره اللي تمتلكها انت بالحاسب مالتك، او البيج انتجر نفس الحاله تعالج ارقام كبيره جدا اللي هي يستخدموها جماعه السكيورتي بصوره خاصه. يعني هاي الادوات كلها ما موجود لها اي مصادر باللغه العربيه، واذا لقيت مصادر باللغه العربيه فهي مصادر ما راح نقلك باي شيء بها، لانه مشاكل ربط هذه الادوات بلغات البرمجه ومشاكل الكومبايليشن واللينكينج مالتها
كلش معقدة وحلولها ما موجودة بالعربي. وسؤال كلش بسيط للشخص اللي هو مختص حاسبات، اللي يعتقد بأن اللغة العربية تسعفه بالحاسبات، انه اذا نفذت برنامج او استخدمت اي ابلكيشن او اي سوفت وير موجود تشتغل به، شبكات او اي شيء ثاني، لما يطلع لك مسج اللي داخل يوصف لك الايرور، شنو راح تسوي بهذا المسج؟ وين راح تودي هذا المسج اللي هو باللغه الانجليزيه اللي يشرح لك كل شيء، واللي هو احتمال ابستراكت همات، مو بس باللغه الانجليزيه، احتمال بلغه الاله او شوف شنو من لغه ثانيه حسب اللي التطوير اللي انت بدك تشتغل عليه، وين راح تودي هذا؟ طبعا راح تاخذها كوبي بيست تدبها بالجوجل، وجوجل راح يطلع لك كل النتائج بالانجليزي وما يطلع لك اي شيء بالعربي. وانصدمت مره ثانيه باللغه الانجليزيه، فسبند يور تايم على الانجليش حتى تقدر تعرف وين، يعني اقصد تقدر تعرف تحصل المستوى المطلوب من باللغه الانجليزيه، وتقدر تمشي حالك بالحاسبات. طبعا وجهات النظر مختلفه، والاختلاف بوجهات النظر نعمه، انا اعتبرها نعمه كلش كبيره، لانه اذا احنا كل احنا متفقين على الاتجاه واحد اعتقد ماكو داعي نتجمع، خلاص احنا متفقين ودان، ماكو داعي نتجمع. بس الاختلاف هو منبع لأكثر من فكرة وأكثر من حل، وبالنتيجة اختيار المناسب من عندها. فبعض الأخوة يؤمن بأنه لتطوير هذه الطاقات اللي موجودة بمحافظتنا كمختصين حاسبات، يؤمن بأنه أوكي لازم نبدي على أرض الواقع، أنه نجمع الشباب على أرض الواقع ونبدي ببعض الأعمال على أرض الواقع. أنا شخصياً بالنسبة لي أشوف أنه كمختصين حاسبات ماكو داعي انه نتجمع على ارض الواقع، لانه التجمع على ارض الواقع يحتاج الى مصادر، احتمال ماليه، احتمال تنظيم حقيقي، وبعض الامور اللي تتعلق ب يعني بعض الدوكيومنتيشنز ويا الدوله، او انه يحتاج تكون منظمه موثقه لدى الدوله، وامور اخرى كثير من الامور اللي انا ما اعرف بها صراحه. بس الاخوه اللي يحبون يمشون بهذا المجال يا ريت انه بالفعل يتحركون بهذا الاتجاه ويعطونا نتيجه، او يوصلون به الى نتيجه ونعرف وين هم وصلوا بهذا الموضوع. اللي يحبون انهم يتجمعون على ارض الواقع مو مشكله تمام، بس انا اشوف هذا مكلف، وكتخصص حاسبات احنا نقدر نستخدم كثير من السوفت وير اللي تساعدنا نجتمع كل احنا ونحل مشاكل، ومثل ما شفنا كثير من التجمعات اللي موجوده حاليا هي تشتغل اونلاين وما تلتقي فيس تو فيس الا ما ندر، ويطلعون بنتائج وشغل حلو. وحتى شفت كثير من الشغل اللي موجود ببغداد حاليا او بالبصره قبل الفتره اللي صار، الى فند من شركات والفند مو قليل، وهذا شيء رائع انه قدروا يجمعون اونلاين ويوصلون الى نتائج ويحلون شغل. اما بالنسبه لي انا اقول انه الشغل اونلاين موجود وشفنا كثير من النجاحات، فاعتقد انه نقدر نتوجه بهذا الاتجاه ونتجمع بهذا الاتجاه. قسم يقول بانه احنا الطريقه اللي نتعلم بها ونعلم بها اللي موجودين ويانا شنو هي؟ انا بالنسبه لي اؤمن بالمشاريع، وشفت هنا حتى هنا لقيت انه نسبه كبيره من الاساتذه، او مو نسبه كبيره بالحقيقه كل الاساتذه او كل الكلاسات هي بروجكت بيس تقريبا، يعني خليك بروجكت، وهذا البروجكت من اختيارك طبعا باتجاه الكلاس اللي انت ماخذه، وهذا البروجكت راح تتعلم به كل شيء يخص الموضوع اللي انت تدرسه. زين، وبالنتيجه الطلاب يتعلمون يحلون مشاكل حقيقيه، يطبقون بيبرات موجوده، يطبقون الحلول اللي موجوده بها، ومن عندها راح يتعلمون شلون يحلون مشاكل حقيقيه. الاخوه يقولون انه خلينا نتجمع نسوي فيديوهات مثلا او كذا، اعتقد هذا الشغل هم مكلف وقت ومكلف، انه كثير من الشباب ما عندهم وقت انه يبلشون بهيك مواضيع، واذا بلشوا بهيك مواضيع ما اعرف مدى الاستمراريه بهاي المواضيع. اتمنى الاخوه اللي متجهين بهذا الاتجاه هم يقدرون يتجمعون بطريقه معينه ويبلشون بهذا الموضوع. المشاريع اللي تقريبا نزلناها مثلا استاذ مصطفى او ست بشرى، وانا نزلت مجموعه من المشاريع كانت كلش بسيطه وهي عباره عن بدايه. طبعا المشاريع اللي انا نزلتها هي عبارة عن برمجية، مشاريع برمجية فقط، وهذه المشاريع البرمجية بداية جدا باتجاه البرمجة، وكان اكو واحد من عندهم كلش بسيط اللي هو بس انه نصب نظام اللينكس اوبونتو او اي لينكس انت تحب تنصبه،
وبعدين نزل عندك اي لغه برمجه انت اللي تحبها، بايثون او جافا او سي او سي بلس بلس، نزل الكومبايلر مالتها واستخدم التكست اديتر اللي انت تحبه، وفقط اطبع كلمه هلو وورد اللي هو اي مبرمج المفروض ينصب اي لغه برمجه اللي اول مره يتعامل معها، المفروض اول شيء يبدا به هو يعرف شلون يطبع كلمه هلو وورد، وبعدين نبلش بغير امور ثانيه. واحد من المشاريع الثانيه اللي هو ماتش سيريس اللي هو الفاير وول، اللي هو شلون راح نقدر نبني فاير وول اللي هو بي داتا ستراكشر نسميها احنا بروبابلستيك داتا ستراكشر، وهذا الداتا ستراكشر شلون راح نبنيه وشلون راح نسوي تشيكن على الباكت اللي جاي، ونعرف انه هذا الباكت نسمح له انه يدخل للشبكه الداخليه او انه نمنعه ونضيفه على البلاك ليست اللي عندنا وما نخليه مره ثانيه يدخل، وغيرها من الامور اللي تخص الفاير وول. طبعا البرمجه اللي جاي احكي عليها هي ما بها اي واجهات، الواجهه الوحيده اللي راح تواجهها هي التيرمينال واللي الكل يعرفها اسود وابيض وماكو غير شيء بداخلها، بس هي هذا الطريق الحقيقي باتجاه البرمجه. يعني ويندوز دان، ماكو وقت تقضي تشتغل على ويندوز، ويندوز ما راح يفيدك ولا راح يساعدك باي شيء، والمصادر اللي موجوده على الويندوز والمشاكل اللي تواجهها بلغات البرمجه ويا الويندوز ما راح تلقي لها حلول مثل ما تلقي حلول للينكس. يعني انا برايي انه اللينكس يعني لا مناص من بالنسبه للاشخاص اللي هم متخصصين حاسبات، لا مناص من حقيقه، والبقاء على الويندوز ضياع للوقت، واعتقد الكثير منكم اكتشفوا هاي الحقيقه واتجهوا للينكس، واعتقد حتى مصطفى صادق منزل مواضيع تخص هذا الموضوع بدونته او فيديوهات انا شفت له بهالخصوص هذا، اللي يحب يطلع عليها هو يقدر يزودنا بهاي الفيديوهات او المصادر اللي يتوصل لها حتى يصير عندكم قناعه اكثر بالموضوع. اجي على المشاريع اللي مثل ما قلت احنا طرحناها، اكو مشاريع ويكلي واكو مونثلي، والاخوه اللي يحبون يطرحون مشاريع اهلا وسهلا بهم. زين، والاخوه اللي يحبون ينضمون للمشاريع اهلا وسهلا بهم. اكو مشاريع ثانيه اللي هي بقى اللي انا اسميها اللونج تيرم، واني شخصيا اقسمها الى قسمين. بعض الاخوه يقول انه اوكي شكو مخرجات من التجمع لازم تكون مجانيه او اوبن سورس، ما اعرف خليها شويه اوبن سورس. أنا أوكي ويا الأوبن سورس ومو ويا الأوبن سورس لعدة أسباب، بعدين نحكي بها هذا الموضوع احتمال مو وقت حاليا، بس أنا ببالي عدة مشاريع، قسم منها أنا سميتها نون بروفيتبل اللي هي ما نستهدف بها مردود مادي للأشخاص اللي يشتغلون بها، واللي هي تخص الهيلث والإدوكيشن، لأنه أنا أؤمن بأنه التعليم والصحة بالذات للأطفال يجب أن يكون مجاني. بس أكو مشاريع أخرى كثيرة اللي تخص الترانسبورتيشن، الداتا اناليسيس، الكثير من المشاكل اللي موجودة حاليا، انا اعتقد بانه المفروض ان تكون بروفيتبل، وهو هذا اللي على اساسه مبني سوق العمل، والمخرجات اللي موجودة من وزارة من مخرجات الكليات اللي تخص الحاسبات راح تلقي لها مكان تشتغل به، لانه ما يصير احنا نقضي كل الوقت وبالنتيجة لانه الدولة ما راح تقدر تعين اي واحد مختص حاسبات. ما شاء الله عددنا كلش هواي، فراح يبقوا من عندنا هواي بدون شغل، وهذول الموجودين بدون شغل لازم نقدر نوصل لهم نوصلهم الى سوق عمل، ونقدر نلقي حتى سوق العمل، وهذا الشيء مو صعب. اذا واحد يروح شارع الصناعه ويدخل راح يلقي شركات تشتغل بالبرمجيات، وراح يلقي هواي شغل بالبرمجيات، وهسه ما شاء الله يعني تطبيقات الاندرويد ماخذ الساحه والشغل كلش هواي بيها. فاعتقد انه مو شرط نفكر ان تكون كل شيء مجاني، نيسان على عيننا وعلى راسنا، بس شبابنا اللي قاعد يتعبون بالكليات ويطلعون بدون نتيجه لازم يلقوا لهم سوق عمل، ولازم يستثمرون الطاقات وكل الجهد اللي بذلوه باتجاه سوق العمل هذا. طبعا قسم يقول اوكي يعني انا شنو اعرف الوظيفه مالتي؟ والله انا شخصيا مثل ما قال استاذ نوار اي دونت كير، اتمنى انه اعرف الشغل مالتي واتجه باتجاه سيلف ديفلوبمنت، او اللي خلينا نقول باتجاه السوق سوق العمل اللي موجود حاليا. واعتقد انه مثل ما قال نوار عنده صديقه كمثال ما شاء الله يعني عرضت عليه وظيفه ما تقبل الوظيفه لانه كفريلانسر الشغل اللي موجود عنده يعتبر افضل من وظيفه. وطبعا هي اكو ناس تؤمن بانه الوظيفه افضل، واكو ناس تؤمن بانه الاعمال الحره افضل،
انا برايي الاعمال الحره افضل، واللي ما مجرب هذا الموضوع خليه يجرب الوظيفه ويشوف. الوظيفه راح تقتل ابداع الشخص وما راح تنطي اي حريه للتحرك باي شيء يخصه. لا تقدر تسافر بالوقت اللي تريده، لا تقدر توقف شغلك بالوقت اللي تريده، ولا تقدر تسوي اي شيء بالوقت اللي انت تريده او بالشيء اللي انت تريده. هذا ما يخص المشاريع. بما انه بعض الاخوه يطلبون معرفه انه الاشخاص اللي يتحدثون باللايف بعض الامور اللي تخصهم، طبعا انا اسف طولت عليكم. مثل ما قلت لكم انا تخصص حاسبات وطالب، الشغل مالتي والسكيور داتا اناليسيس. طبعا من ادوات اللغه اللي استخدمها استخدم السي سي بلس بلس، جافا بايثون ما استخدمتها لانه شفتها لغه انا اسميها كريزي، اللي هي لغه مجنونه بالنسبه لي، بس واي ناس يحبوها ويشتغلون عليها، وما اعرف حسيتها انه ما تناسب الشغل اللي انا جاي اشتغل به. طبعا مختصي الحاسبات يعرفون الفرق بين جافا وسي بلس بلس وبايثون. بالنسبه للجماعه اللي يشتغلون سكيورتي هم 100% يستهدفون سي وسي بلس بلس، وحتى الجافا ولو الجافا اقل من السي وسي بلس بلس. فبالنسبه للاشخاص اللي يحبون او عندهم استفسار تخص لغات البرمجه او تخص السكيورتي اللي انا راح اسولف قليل عنه، انا مستعد انه باللي اقدر عليه وباللي اعرفه طبعا، لانه ما اقدر امتلك اي معلومه اكثر من اللي انا جاي اقراه واللي جاي اسوي. انا مستعد انه اكون وياهم ستيب باي ستيب، اللي يحبون يشتغلون بهذه المواضيع ولو ما اعتقد انه لها وجود بسوق العمل حاليا، بس بالمستقبل يعني مجرد ما يكبر سوق العمل، سوق العمل اللي موجود راح يضطر انه يتجه باتجاه السكيورتي لا محال حتى يثبت نفسه، لانه ما ممكن انه الشركات تترك الداتا مالتها يكون منها هب ودب، والداتا تكون عرضه للهكريه وغيرها من الامور. طبعا هسه واحد يقول هو احنا منين هكريه موجودين؟ اذا انت ما عندك هكريه بالعراق فترى يعني ما شاء الله الصين تقتحم العالم كله، فانت مو بعيد عن الصين. بما انه انت اونلاين فانت تحت مرمى الهكريه اللي موجودين بالصين، وهم ما شاء الله مبدعين. حتى المواقع اللي تخص الولايات المتحده هم يهكروها ويتحدوها ويضربوها كلها. فموضوع الداتا سكيورتي يعني لا محال راح يجي في يوم من الايام، ولو ما احس انه قريب لكن يجي في يوم من الايام العالم كله يشتغل به. التقنيات اللي تحتاجها تحتاج داتا مايننج حتى تقدر تسوي داتا اناليسيس، وداتا مايننج عميقه جدا، بها كلاسترنج، بها كلاسيفيكيشن، بها جراف مايننج، بها كل شيء. هواي اعتقد اللي مختصين يقدرون يرفدوننا بمصادر و شروحات تخص مواضيع الداتا مايننج. بس قبل اسوي سكيور للداتا اناليسيس لازم تعرف شنو الداتا اناليسيس تكنيك اللي قاعد تستخدمها اول مره، لازم تعرف الخوارزميات شلون انت تشتغل، وبعدين تعرف تسوي لها سكيور باستخدام الكريبتو سيستمز اللي هي كلش هواي، واللي من ضمنها فقط للذكر الاديتيف هوم وورك مورفيك انكربشن سكيور او سيكريت شيرنج سيستمز مثل شامير، وسكيور مالتي بارتي كومبيتيشن، والاديتيف شير سيستم، شويه مصطلحات غريبه بس هذه هي اللي يستخدموها بالسكيور داتا اناليسيس واللي قاعد نشتغل عليها. طبعا شكرا لكم واعتذر جدا على الاطاله. اعتقد الاخوه اللي مهتمين يعرفون اكثر عن التجمع، الاخ نوار يعني بالسيشن السابق تحدث باسهاب عن موضوع فكره النيسان اي تي تاسك فورس، هذا التجمع. واعتقد مصطفى صادق واي عنده يعني بوستات وكثير من البولز اللي موجوده على التجمع تقدر تشوفها وتطلع عليها وتعرف التجمع شنو يريد، وين الشباب اللي متجمعين شنو يريدون يسوون بالضبط. مثل ما انا قلت لكم بالنسبه لي شخصيا وكثير من الاخوه يؤمنون بانه واحد من اهدافنا انه لازم نوصل الطالب اللي يتخرج من تخصص الحاسبات الى سوق العمل. يعني هو هذا شغل وزاره التعليم، لكن لحد الان وزاره التعليم ما متجهه بهذا الاتجاه، وعدد الخريجين بالحاسبات قاعد يكثر بالمحافظه بشكل كبير، وما لهم بلاتفورم او تجمع يخصهم حتى يقدرون يشتغلون عنده ويبدعون وينطلقون. واعتقد قصص النجاح كثيره
فيما يخص هاي التجمعات اللي موجودة ببغداد ما شاء الله، واللي موجودة بالبصرة، وقسم منها وصلت إلى بحوث، وقسم منها حصلت شغل من شركات. وأعتقد هذا الشيء مو بعيد اللي قدروا يسووه أهل بغداد، ما أعتقد يكون صعب على أهل العمارة يسووه. وما شاء الله يعني المستويات اللي موجودة بالتجمع، من أساتذة جامعيين حاملين شهادات دكتوراه ماجستير، وعندنا تخصصات هندسة مختلفة، التخصصات اللي تخص الحاسبات. فأعتقد كم هائل من الطاقة اللي مثل ما يقولون حان الوقت لاستثماره بالشكل الصحيح. أعتذر مرة ثانية لأنه طولت عليكم، وأي شخص عنده سؤال يقدر يطرح السؤال بالأوفلاين، لأن راح أوقف البث، ومن الأوفلاين أي شخص موجود من الأخوة بالإدارة أو الأخوة اللي موجودين بالتجمع يقدر يجاوب. أهلا وسهلا، واللي أقدر أجاوبه راح أقدر أجاوبه. وأعتذر مرة ثانية عن الإطالة، وأتمنى